تيجي لغايه هنا ونرجع بايدينا فاضيه. السيارات اللي كانت محمله البضاعه ملهاش قطر، الحكومه دورت عليها في كل مكان ما في فايده. وفين قصاصين القطر؟ الحكومه ما خلت ولا واحد الا ولفت ابو المنطقه كلها وبرضه ما في فايده. ايوه يا شيخ فايز، بس برضه الحكومه ما تعرفش تجيب اللي انت بتجيبه. شوف يا رحيم، الصحراء هذه لها اصولها، واللي ما يمشي عليها تبلعه. ما احنا جايين لك لحد عندك اهو. انت عارف يا رحيم البضاعه دي تمنها كام؟ انا ما اقصدش الفلوس طبعا. شوف يا شيخ فايز، اي حاجه الحكومه عايزاها وبتدور عليها ما تتقدرش بمال، والحاجه لازم تدفع تمن انها ما سمعت الكلام. بس الست ما ادالك ايديها ايه؟ والمثل بيقول ايه؟ اللي ما تحتاجش وشه النهارده مشيرك بكره بتحتاج لقفاه. يا خيي يا ترى مين يعيش البكره؟ ربنا يديك طول العمر يا شيخ فايز. ايه رايح لكم ساعتين، هنتحرك على الفجر. قلت لك فيها بيات. فيها بيات. قول يا عم قول. مساء الفل. مساء الهنا. ساعة كده وهنبلغ الإدارة عبل لما ترجعوا بالبضاعة المطلوبة. لا رايح فين؟ انت هتفضل معايا هنا لحد ما العربيات ترجع بالسلامة. ده كان اتفاقك مع رحيم؟ معلش في شوية لبش كده في المينا، فانت هتفضل معانا ناخد ونص بعضينا لحد ما العربيات ترجع بالسلامة، ولا تحب بقى أخلي العربيات قبل ما تتحرك ترجع المخازن تاني وهو نوفر بنزينها؟ بص يا معلم، لما تتفق مع رحيم السيوفي على حاجة هتتعور قوي قوي لما ترجع فيها. هشام اجهز. ماشي يلا يلا عمنا. يلا رجالة نجهز بسرعة. بطل بقى. عبودة الاخبار؟ والله انا مش مطمن، عربيات داخله وعربيات خارجه، مش فاهم حاجه. بص يابا، انا مش هتحرك الا لما افهم ايه التيتا. طب فتح لي دماغك معاه يا عبود. ماشي. انا جاي بالعربيات الفاضيه صح؟ ماشي. رحت المينا حملتها بالبضاعه السليمه. امين. وانت في عربياتك هنا البضاعه المضروبه. جميل. حلو قوي. احنا هنبدل البضاعه المضروبه بالبضاعه السليمه وناخد احنا البضاعه السليمه وارجع بالمضروبه على المينا. ايوه الله يفتح عليك. خير على فين؟ يلا معانا. يلا بينا. وصلوا؟ تمام تمام تمام. العملية شغالة يا عماد بيه. العملية لسه هتبدأ. يا ما نفسي يا عماد أشوف الواد هشام وهو بيتعسر قدام عيني. إن شاء الله لما أروح السجن بأزوره. بط يلا يا رجاله بقى والنبي. شنبيه تعالى يا شنبيه.
اتفضل ابو كمال. قال لك ايه بقى؟ قال لك شيك في اليد خير من بضاعه باير. كلها خساره يا احمد بيه. خساره ايه بس؟ انا مديك ربع ثمن البضاعه. بعدين كده كده الحكومه كانت هتقفشها وتروح عليك خالص. احمد ربنا الخساره اهي. يا راجل الخساره كلها اهي. هي دي الخساره. سيد خسر كل اللي حيلته ولسه بطل. خليك قدوتك بقى. رايق قوي انت يا عم حميد. ايه؟ انت شيل الشيك في جيبك ليه؟ عايز ترجعه هات. انا خايف من رحيم. اشمعنى؟ اكيد هيعرف ان انا اللي ورا المغرز ده ومش هيسيبنا. وبعدين؟ بعدين ايه يا عماد بيه؟ ده رحيم. انت ليه حاطط ايدك في ميه ساقعه كده؟ انا بحب الميه الساقعه جدا تصدق؟ جري يا عم حميد. تعالق الراجل ليه؟ انت خايف يعني على رحيم يفهم ان ده مغرز؟ سهلة. احنا بقى نقلب عليه الترابيزة. عارف هتعمل ايه ولا اقول لك؟ بص يا سيدي، انت هتروح له وتمسك في خناقه وتقول له بضاعتي فلوسي شقايا، وتشد قوي في الموضوع ده. ده هيخيل عليه؟ هيخيل وهتشوف. بس اتقل انت عليه خالص وما تكلموش نهائي لغاية ما نشوف هو هيعمل ايه. حلال عليك يا عم كيمو، اي جنيه تطلع بيه منه. ماشي يا كمال؟ ماشي. تمام، قطمني يا سيدي. ألف مبروك يا كمال. ايوه هشام. ايوه يا رحيم. ايه؟ الحكومة هجمت علينا يا رحيم. انت بتقول ايه؟ انا هربت. مسكوا عبودة. مسكوا عبودة والرجالة. اعمل ايه يا رحيم؟ ما تطلعش على القصر. اطلع على الحاج حدايق. ايوه اعمل زي ما بقول لك. انا هكلمها دلوقتي. بسرعة قلنا يا رحيم، بسرعة بسرعة. فيه الحكومة عملت كبسة على هشام وعبودة، بس هشام فلت. يا نهار اسود. طب ده احنا لازم نرجع بسرعة. هنرجع نعمل ايه؟ خلاص اللي حصل حصل. انا قلت له روح استخبى عند الحاج هدايا. خلينا نخلص الشغلانة اللي احنا جايين لها دي. ايوه حاجة، معلش اسف صحتك من النوم. بقول لك ايه روبي، روبي. نعم. أنا آسف، ما تزعليش من اللي قلته. مفيش أم تزعل من ابنها أبدا. روبي كنت عايز أقول لك على حاجة كده. طول عمري نفسي أقول لك يا ماما، بس بصراحة لما بشوف حلاوتك وتعاطفك. بس يا واد. أنت عارف كل مرة بتقولي روبي فيها بسمعها كأنك بتقول لي يا ماما في ودان. أنا قاعدة بتكلم معاك ليه؟ أنا زعلانة منك أصلا. الله، هو أنا مش لسه مصالحك؟ ده أنت مش بس عايز تسيبني وتسافر، ده أنت كمان رايح تقول لرحيم قبل مني أنا في حد يخبي على أمه حاجة زي دي. وإزاي أصلا أهون عليك تسيبني وتسافر؟ إزاي؟ يا ستي ده لسه مجرد تفكير، أنا ما خدتش قرار. وبعدين أنا كنت زعلان من اللي عمله سيد وأنت ما رديتيش عليه. مهما كان اللي بينا، مهما كان اللي حصل، لازم تيجي وتحكي لي برضو يا زياد. يعني اشوفك بتكبر قصاد عيني يوم بعد يوم لحد ما بقيت راجل زي القمر، وبعدين في الاخر عمتك تيجي تاخدك على الجاهز. طب افرضي دلوقتي جالي عقد عمل بره، مش هتخليني اسافر؟ لا طبعا. ايوه طبعا. تسافر ايه وبتاع ايه؟ انا اللي هشغلك، وانا اللي هختار لك عروستك، وانا اللي هجوزك واربي عيالك، واشوفك بتكبر قدامي كده لحد ما تبقى راجل مال وهدومك. تقول لي اسافر بره؟ بره ايه وبتاع ايه يا ستي؟ انا لسه ما خدتش قرار زي ما قلت لك، والله مجرد تفكير. ما تفكرش اصلا، الموضوع ده ما يجيش في بالك من اساسه. انت ازاي يا زياد بتفكر انك تسيبني؟ ازاي؟ انا مش قادره افهم. اذا كنت انا مش قادره اسيبك هنا واروح اقعد مع سيد، انت عايز تسيب البلد كلها؟ طب ما فكرتش فيا؟ ما فكرتش انا ممكن يجرى